تسلمت مصر 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد من إنتاج شركة ساينوفارم الصينية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم بمطار القاهرة الدولي. من جانبها أوضحت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد أن تلك الشحنة هدية من جمهورية الصين الشعبية إلى مصر، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين والشعبين الصديقين على مدار عقود طويلة، وضمن جهود تعزيز سبل التعاون بين البلدين مكافحة فيروس كورونا المستجد. هذا ومن المقرر أن تخضع الشحنة للتحليل في معامل هيئة الدواء المصرية قبل استكمال تطعيم الأطقم الطبية والفئات المستحقة من المواطنين أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن.